اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير الماليه والسيد احمد كوجوك نائب وزير الماليه للسياسات الماليه والدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير الماليه للخزانه العامه المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان الاجتماع تناول متابعه مؤشرات الاداء المالي ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب لوزاره الماليه وقد تم عرض الاداء المالي الخاص بالنصف الاول من العام المالي الحالي 2022-2023 والذي اكدت محصلته قدره الدوله على التعامل مع المتغيرات الاقتصاديه الدوليه واستيعاب الصدمات والحفاظ على المسار الامن للموازنه العامه وتوفير كافه احتياجات الدوله وزياده مخصصات الاستثمارات الحكوميه وتوفير كل السلع الاساسيه والمستحقات لصالح جميع الجهات الحكوميه كما ان الحكومه قامت على مدار الثلاثة أعوام ونصف العام الماضية حتى يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي بتحويل ما يقرب من 600 مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات وهي النتائج التي تقترب من المستهدفات الأصلية للموازنة على الرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والتي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع دول العالم حيث شهدت تلك الفترة تحقيق فائض أولي بنسبة 32 من من الناتج المحلي كما تم تحقيق معدل نمو في ايرادات الموازنه بنسبه حوالي 14% بينما بلغ معدل نمو المصروفات حوالي 19% كما تم استعراض سير تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني والمدعوم من قبل صندوق النقد الدولي حيث تسعى الحكومه الى تحقيق كافه الاصلاحات المستهدفه في هذا الخصوص لا سيما ما تم تنفيذه مؤخرا من اقرار للتعديلات على قانون حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه وكذا التصديق على وثيقه سياسه ملكيه الدوله التي تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وطرح المزيد من الفرص الاستثماريه له بما يساعد على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، أخذاً في الاعتبار أن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري تؤشر إلى تحقيق مختلف المستهدفات في هذا الصدد، كما أن التعاون والشراكة الممتدة بين الحكومة والصندوق تتضمن أيضاً تقديم الدعم الفني لضمان تماشي السياسات المالية المتبعة مع أفضل المعايير الدولية، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية خاصة في قطاع الضرائب والجمارك وبالنسبة للضرائب فقد اطلع السيد الرئيس على ما تم من تفعيل للنظام الرئيسي للميكنة الشاملة في مصلحة الضرائب فضلا عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم مد أجل الإلزام بمرحلتها الأخيرة إلى الثلاثين من أبريل المقبل إلى جانب التشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالإضافة إلى متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات وكذلك منظومة ضريبة التصرفات العقارية وأداء وحدة متابعة التجارة الإلكترونية في مصلحة الضرائب حيث وجه سيادته بالاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني وذلك بهدف تحقيق العداله الضريبيه ومنع التلاعب الضريبي وكذا تبسيط الاجراءات ذات الصله، كما اطلع السيد الرئيس في ذات السياق على انجازات لجان انهاء المنازعات الضريبيه ولجان الطعن الضريبي موجها سيادته بسرعه تسويه كافه الملفات الضريبيه المفتوحه والقديمه وذلك خلال العام الحالي، وفيما يتعلق بقطاع الجمارك فقد تابع السيد الرئيس معدلات الافراج الحاليه والمستقبليه عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهوريه. أخر إلى الأسواق موجها سيادته بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ فضلا عن الانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي وفي هذا الإطار تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في منظومة الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد خاصة ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي لمواكبة المعدلات العالمية والمواصفات القياسية في في هذا الصدد كذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك فضلا عن متابعة موقف السلع والبضائع الواردة الي مصر والموجودة في الموانئ كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير الماليه والسيد السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي واللواء محمد صلاح الدين وزير الدوله للانتاج الحربي واللواء احمد العزازي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه الاجتماع تناول استعراض مخطط تطوير حديقه الحيوان بالجيزه وقد وجه السيد الرئيس بتنفيذ مشروع تطوير حديقه الحيوان بالجيزه على نحو يضاهي نظيرات العالمية ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم وذلك في إطار إعادة تقديمها على أساس ومعايير بيئية عالمية ولتمثل متنفساً لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع على المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان ورفع كفاءتها وصون ما بها من مبان أثرية وتاريخية وكذلك المقترحات الخاصة بالمحافظة على تلك المباني الأثرية وزيادة المسطحات الخضراء وكذا المناطق التجارية إلى جانب التصميمات الخاصة بالمناطق الترفيهية المقرر إقامتها داخل الحديقة فضلا عن المقترحات المتعلقة بتشغيل وإدارة الحديقة مع ربطها بحديقة الأرمان كما كانت في الاصل لتعظيم الاستفاده من انشاء حديقه واحده وثريه بالتنوع الحيواني والنباتي الى جانب الاستعانه في هذا الصدد بالقطاع الخاص للمشاركه في تنفيذ اعمال التطوير والاداره والتشغيل للحديقه